أهلا بحضراتكم ومرحبا مشاهدي الكرام، كل تحياتي إليكم. هذه حلقة جديدة من برنامج من القاهرة نبرز، نرصد فيها أبرز القضايا والموضوعات على المستويات المختلفة. في حلقة ليلة نتابع بأمر الله. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي. ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يؤكد أهمية المحادثات بين مصر وإسرائيل لعادة فتح معبر رفح. وتحية لكل المصريين، مبروك لكل المصريين، فالأهلي يفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، والرئيس عبد الفتاح السيسي يرسل تحية وتهنئة إلى فريق الأهلي. نتابع كذلك ويليام بيرنز يجتمع مع رئيسي وزراء قطر والموساد واجتماع عربي فرنسي في باريس من أجل بحث التهدئة أو محاولة التهدئة في غزة. كذلك نتابع مطالب في مجلس الحرب الإسرائيلي لنتنياهو بأن يضع خطة لما بعد الحرب في غزة. أهلا بكم إلى تفاصيل حلقة الليلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استخدام الميكنة والوسائل الحديثة من أجل زيادة إنتاجية الفدان، كما شدد على حتمية الاستفادة من كل نقطة مياه. جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي عبر الفيديو كونفرنس صباح اليوم. سعيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيزا للأمن الغذائي، كان ولا يزال المشروع القومي الطموح للدولة المصرية هو التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية ومضاعفة الرقعة الزراعية، بما في ذلك افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكا مؤخرا، بإضافة 500 ألف فدان تصل في المستقبل لمليون فدان. وفي هذا الإطار شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. تجاوزت التكلفة 180 مليار جنيه حتى الآن، وتم تكليف الهيئة الهندسية باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها خلال عدد 2 موسم زراعي، حيث تم استخدام ما لا يقل عن 8000 طن من المفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي، والتمكن من تنفيذ أعمال التسويات وشق الترع وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية، كما تم تنفيذ ما يلزم من بنية أساسية تضمنت مد خطوط الكهرباء وبناء محطات رفع مياه عملاقة لتوصيل شبكات الري إلى المناسيب الأكثر ارتفاعاً. في يناير 2017 تم تكليف الشركة بالاستصلاح والزراعة في منطقة توشكا، وكان إجمالي المساحة المنزرعة 400 فدان فقط. وفي يناير 24 تم الوصول بالمساحة إلى ما يزيد على 420 ألف فدان والمميزة باللون الأخضر. العام الزراعي 24-25 مخطط إضافة 80 ألف فدان كالتالي: عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في منطقة توشكا 6 جاري دراسة أعمال البنية التحتية لمساحة من 40 إلى 60 ألف فدان. أيضاً عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جاري استكمال أعمال البنية التحتية لمساحة 30 ألف فدان في منطقة توشكا 3، وبكده توصل توشكا 500 ألف فدان. الرئيس السيسي أكد أهمية التوسع الأفقي لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية لتوفير المياه، داعيا إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص. كل المستثمرين مدعوين أنهم يبقوا موجودين معنا،
لأن هم هيقدروا يعملوا اللي احنا محتاجينه أكتر في إدارة المشروع وإنتاجية أكبر، وإحنا محتاجين إن كمية المية اللي ما بتتغيرش نستفيد منها بإن إحنا نزرع أكبر حجم وأكبر إنتاجية تيجي بيها، بدل ما طلع 18 أكدب بطلع 20 أطلع 25. واخدين ترتيب على مستوى العالم في متوسط إنتاجية وحدة المساحة، إحنا يمكن رقم واحد على مستوى العالم في إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الربيعي، ورقم 4 على مستوى العالم بالنسبة للقمح الشتوي، رغم ان القمح الشتوي في دول العالم بياخد من 10 شهور 7-8 شهور الى 10 شهور عشان الجو البارد، احنا عندنا بياخد 150 يوم، فاحنا عندنا تقدم كبير في مسألة الزراعة، وبنساعد يمكن احنا على يعني علاقة وثيقة مع كل زملائنا في القطاع الخاص، وعاملين 21,000 حقل ارشادي عشان نعلم الناس الممارسات الجديدة. ودعا الرئيس السيسي إلى استبدال الزراعات شديدة الاستهلاك للمياه باستخدام أوسع لنظم الري الحديث. أنتم في وزارة الزراعة مع وزارة الري مع المحافظة مع الإخواننا الفلاحين الموجودين أو المزارعين، إن يا جماعة القصب ده بياخد كميات مية أنت ما انتش حاسس بيها لأنك أنت بتاخدها من نظم الري الموجودة، لكن هي في النهاية على مستوى ما لدينا من مية احنا محتاجين ان احنا نزرع بنص كمية المية ديت ارضك ديت بنجر لو احنا عايزين سكر او اي محاصيل اخر. طب ازاي هتعملوها؟ لو انا النهاردة عايز اطلع كمية المية بتاعت 350,000 فدان دول وعمل لها تحليق او حتى معالجة مية صرف زراعي، طب ما المحطة دي بتتكلف مليارات ثم تشغيلها هيتكلف مليارات. وأوضح الرئيس أن الدولة تتحمل نحو 130 مليار جنيه تكلفة دعم رغيف الخبز، مشددا على أهمية التوسع في زراعة محصول الذرة. بتحط 20-30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120-130 مليار، مش كده دكتور معيد؟ الرغيف ده ابو 5 ساق ده 8.25 جنيه بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بذره 20% منه الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس افتتح الرئيس السيسي مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكا بإجمالي طاقة 11,300,000 متر مكعب. على درب التنمية الزراعية تسير الدولة إذن بخطى ثابتة لتعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية وتقليل العجز في الميزان التجاري وتوفير فرص عمل للشباب خاصة من شباب الصعيد ودعم جهود إعمار مناطق ظلت مشروعات تنميتها حبيسة الأدراج لعقود مضت. على رشوان النيل للأخبار. حول هذا الموضوع والتفاصيل أوفى ينضم إلي أكرم القصاص والكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بك، كل تحياتي إليك وأنت كنت حاضرا اليوم. الرئيس كان له عدة مكشفات وعدة رسائل، كان له توجيهات إلى الحكومة وإلى الإعلام كذلك بضرورة التواصل مع الناس لأن يفهموا ما يحدث على أرض مصر وأن يفهموا طبيعة الظرف الحالي. كيف قرأت وفهمت هذه الرسائل أنت؟ هو الحقيقة الرسائل بدأت من المشروعات، أي حد متابع مشروع توشك وجنوب الوادي وشرق العينات هيكتشف قد ايه حجم الجهد والتعب والانفاق اللي تم في هذه المناطق كان يصعب الوصول اليه. يعني توشكا احنا بنتكلم 2014 كان 400 فدان مزروعين فقط، 2019 كانوا 40,000، النهارده بنتكلم في 430,000. نفس الشيء شرق العينات زادت 180,000 عن السنوات اللي فاتت وكل سنة بتزيد أكتر. فالفكرة هنا إنه طالما التوسع الزراعي قائم، والنهاردة شفنا الجهد اللي بذلته الهيئة الهندسية
هيئة استصلاح الأراضي وأيضا الشركات حتى الخاصة اللي راحت في وادي الشيح. فهذا الحجم من الاستصلاح يتطلب بالتأكيد مية، وبالتالي فإذا أنا الرئيس بقى كان بيتكلم على إيه؟ على أهمية إنه، وده بالعلم يعني والأبحاث الزراعية، الدنيا كلها تغيرت في أنظمة الري. نظام الري بالراحة القديم كان وصل يعني كان عندنا حتى بداية العجز المائي، وإحنا ده بقى في التفاصيل يعني، وإحنا كنا 20 مليون، النهاردة إحنا بنتكلم في 106 مليون 9 ملايين إضافيين وغيره. فالفكرة هنا إنه طبيعي أعيد استخدام الماء أكثر من مرة، ودي محطات التنقية اللي موجودة في كل حتة. توشكا برغم توفر المية ولكن إمكانات الرفع والبنية الأساسية تكلفت كثير، بالتالي فأنا بزرع قمح. في فكرة إدخال الذرة مع القمح، وبالمناسبة يمكن كثير من الناس ما يعرفوش إن الوجه البحري أو قطاعات مختلفة من الوجه البحري والريف المصري بيعملوا العيش اللي هو المختلف، العيش اللي في المحافظات الغربية وكفر الشيخ والشرقية وغيره، خليط بالمناسبة من القمح والذرة، وأي حد عارف هذا نظام وعيش ممتاز جدا، وبالعكس بيعتبر أصح لأنه الذرة ما فيهوش جلوتين، يعني زي الناس بتتكلم حتى على الصحي، فيقلل استهلاك القمح ويوفر 600 مليون دولار. الأمر الآخر هو إنه في أشكال مختلفة النهاردة حتى بالنسبة للناس اللي بتتكلم على الغذاء الأصح والأفضل، وإنه لازم يقلل القمح ويضيف الشعير أو الكينوا أو أنواع مختلفة، وبالمناسبة دي كانت موجودة أو موجودة في بعض المناطق، الحلبة أو القمح أو الذرة أو الشعير أو غيره. فالرئيس هنا بيتكلم على إيه؟ إنه من المهم إن يكون في حوار واضح، وإن كان هدف الحوار الوطني الرئيس ما أطلقه في عام 22 كان هو الهدف كده، إنه الناس تبقى عارفة، لأنه في ناس كتيرة مع وجود السوشيال ميديا وموجود منصات وموجود منصات معادية ومختلفة حتى في القضية الفلسطينية، حتى فيها كلام كتير خاطئ وكلام كتير غير صحيح، أو إنه ما يبقاش في إدراك إنه ما بقول الرغيف بخمسة قروش بيتباع وبيتكلف 125 قرش أو جنيه وربع، فده برضو، أو إنه البنزين ما زال بيدعم أو السولار بيدعم ب50%، أو إنه الكهرباء يعني ممكن يبقى في ناس مش حاسة بده فتقول إنه بص والأسعار والأسعار العالمية، وده نقاش بالمناسبة موجود، يمكن الرئيس دائما في كل خطواته بيتفاعل مع ما ينشر وبيحاول إنه يرد عليه، وكمان الحقيقة يعني توجيهه للحكومة وإحنا في الإعلام وحضرتك موجود في الإعلام وعارف قد إيه إحنا أحيانا بنبقى عارفين أو بنحاول نوضح، فنبقى محتاجين إنه المصادر الرسمية أو السادة الوزراء أو المسؤولين أو البحوث الزراعية يتكلموا، لأنه بصراحة حجم ما تم إنجازه والمعتمد على العلم الحقيقة والأبحاث الزراعية، يمكن وزير الزراعة كان بيكلم مركز البحوث الزراعية عندنا والأبحاث الزراعية بشكل عام في القاهرة وفي في كلية الزراعة القاهرة أو في كفر الشيخ أو في غيره، في علماء يعني على مستوى العالم عندهم أفكار ملوحة الأرض، القمح يتزرع في الملح والمية والذرة، الكلام عن البنجر ده وإزاي أنا بستخرج نفس كمية السكر من محصول بستخدم فيه أقل من نص كمية المية، ده معناها أن أنا أقدر أضاعف الإنتاج 4 مرات لو استخدمت نفس المية اللي بنتج بيه. طرق القديمة ممكن تبقى صالحة، لكن الأبحاث العلمية النهاردة بتتكلم على أرقام تانية. فالحقيقة أنه فكرة المصارحات وفكرة وجود الحكومة كطرف أو وجود المسؤولين وتقدمة العلم، لأنه الحقيقة الرئيس بيتكلم النهاردة بأبحاث زراعية بإزاي إنه ده تجارب حصلت، يمكن حتى الشركة القطاع الخاص اللي أنتجت 25 أرداب بالرئيس توقف عندها وقال إن أولا تجربة القطاع الخاص الناجحة دي، وإذا كنت أنت بتقدر تستفيد وتستثمر وتحقق أرباح وفرص عمل، ليه ما نستفيدش من التجربة دي، وحتى لو كانت قطاع خاص نستفيد بيه. دي قائمة على العلم، محصول زي الجوجوبا اللي بيستخدم في الوقود الحيوي أو في منتجات مختلفة لا تدخل في الأكل، ممكن يتم زراعته على مياه الصرف وبالتالي نوفر مياه الري اللي ممكن تكون، أو زراعته في المتخللات هو منتجات زي التين الشوكي او النباتات العطريه والطبيه اللي ما بتاخدش
مياه كثيرة ومع ذلك لها قيمة اقتصادية وقيمة طبية عالية تقدر تتصدر أو تجيب عائد لو انتجت محلية. كل دي نقاط الحقيقة دائما الرئيس بيتكلم فيها وبيتكلم فيها فعلا بناء على لقاءاته واجتماعاته مع الخبراء واستماعه ليه ومتابعته، ونكتشف انه عنده تحديث للارقام، وحتى لو في رقم هو بيتوقف عنده بيسال الوزير المختص. فالفكره طيب، هو يعني لدينا مشكله في انقطاع المصدر من الاتصال مع أستاذ أكرم. على أي حال يعني بطبيعة الحال أنا بتقدم إليه بالشكر حتى نستطيع أن نتواصل معه مرة أخرى لأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة يوم السبع، عدا مرة أخرى إلينا الاتصال. أستاذ أكرم كنت تتحدث، انقطع الاتصال عفوا، لكن تحدثت عن فكرة استخدام العلم، عن مسألة التحقق التي يجريها الرئيس من الأرقام مع المسؤولين والمختصين، مسألة متابعة الرئيس. يعني هو يتحقق من يعني بدفع التأكيد على الأرقام، لأنه الحياة بيكون يعلمها جيدا بشكل كبير. فكرة المتابعة هذه مهمة، أن يشارك الرئيس بنفسه في هذه الأحداث، مسألة موسم الحصاد في أكثر من مكان. ربما كنت أتحدث اليوم صباحا عن أمر يعني يتحدث فيه بعض المصريين، لماذا الاتجاه إلى هذه المناطق البعيدة؟ لماذا تحديدا شرق العوينات، توشكا، هذه المناطق التي تبدو نائية لكنها وتحتاج إلى ضخ أموال واستثمارات كبيرة، لماذا تحديدا هذا؟ لا بالتأكيد طبعا، يعني هي ليه توشكا؟ لأن توشكا احنا فاكرين أنه في نهاية التسعينيات فتح، وكان دايما الرئيس يقول انه ما تمش بسبب العجز ولكن بسبب عدم وجود ارادة لانه ينجح، لان توشكا وشرق العوينات فيها ثروات او كنوز طبيعية تصلح للزراعة، ومع ذلك تم وقفها، ويمكن الرئيس السيسي اعاد انتاجها واعاد دعمها واطلق على احد المحاور اسم الدكتور كمال الجنزوري بصفته كان الرائد في هذا الامر. فالحقيقة انه مهم جدا مشروع زي توشكا، انت بنتكلم في مليون فدان في هذه المنطقة في شرق العوينات. شفنا قبل كده من شهر مايو اللي فات الرئيس ازاي كان بيفتتح كمان صناعات للبطاطس والاخشاب ومنتجات مختلفة لل طيب يبدو انه فقدنا صوت مرة اخرى. على أي حال بأعيد الشكر للكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، لكن الموضوع لا يزال مستمرا والحديث حوله مستمر، الجانب التقني واستخدام التكنولوجيا في الزراعات الحديثة والجانب الإعلامي. ربما سأتحدث الآن أكثر عن الجانب التقني، عن مسألة الاستفادة من الأراضي وتحقيق إنتاجية أعلى وتوسع أفقي ورأسي في نفس الوقت. ينضم إلي الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك دكتور أحمد وكل التحية. لفتني اليوم في المتابعة حينما كان هناك إحدى شركات القطاع الخاص كان يتحدث رئيس مجلس إدارتها عن أنه الفدان بيحقق 25 إردبا، وهذا رقم يعلو ويربو على ما تحققه معظم الأراضي الزراعية، ربما حتى الأفضل ويعني يعني التي ليست بصعوبة الاستصلاح في مثل هذه المناطق. التركيز على مثل هذه أمور يعني كيف يمكن أن يؤدي إلى تعظيم الثروة الزراعية في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. احنا النهاردة طبعا كنا في افتتاح مشروع من أكبر المشاريع الزراعية في مصر اللي عاد إحيائها سيادة الرئيس، اللي هو مشروع توشكا الخير. احنا شفنا حضرتك الانجازات اللي على ارض الواقع في هذا المشروع، اللي وصلت الكميه المستصلحه والمستزرعه من الاراضي به حتى الان
إلى ما يقرب من 400 ألف فدان. نعم. بعد أن كانت هذه المساحة لا تتخطى 25 ألف فدان عام 2017 لو نذكر الكلام النهاردة في موسم حصاد القمح. احنا شفنا زي ما حضرتك تفضلت في التقرير الكريم كم الإنجازات تمت على أرض الواقع من خلال شركات وطنية زي الشركة الوطنية للإصلاح وزراعة الأراضي اللي هي زرعت وبتحصد النهاردة في كوسة الخير 310 ألف فدان، وكان بالتوازي معاها حضرتك حوالي 70 ألف فدان بيتم حصادهم بواسطة شركات استثمارية تمثل القطاع الخاص. وشفنا تعظيم القيمة، يعني شفنا ان الاستثمار اللي تم ده سواء بشركات وطنية او شركات اجنبية زي شركة الظاهرة لإصلاح الأراضي وده مشروع بالتعاون مع مصر شركة إماراتية، شفنا الكمية بتاعت القمح اللي وصلت خط 23 أرداب بالفدان. هذا الكلام سيادة الرئيس نوه إليه وبيشير إلى حاجة مهمة جدا، لابد أن نتجه جميعا إلى تعظيم قيمة إنتاجية وحدة الأرض والمياه معا، لأن الكلام ده كله ما مش هيتم إلا بالتحديث. فعملية تحديث العمليات الزراعية اللي تمت في توسطة هذه العملية تمت بوضع تحديات كبيرة جدا. نعم. كما نعلم أن احنا نواجه تحدي كبير جدا خاص بمحدودية المياه، تحدي كبير جدا خاص بالتغيرات المناخية اللي احنا كل العالم واحنا بنعاني منها، تحدي آخر كبير وعظيم اللي هو وتيرة النمو السكاني المتزايد بيزيد زي ما تنوه فخامة الرئيس ما لا يقل عن 2 مليون مواطن سنويا. هذا يعني ان كل 5 سنوات، وفي نفس الوقت كان هناك محدودية للرقعة الزراعية. بقالنا 30 سنة مساحة بتاعت الرقعة الزراعية كانت لا تتخطى 9 مليون فدان، فكان لازم يبقى فيه إرادة سياسية قوية للمتابعة لإضافة حلم كان كبير لمصر إضافة 4.5 مليون فدان. الأربعة ونص مليون فدان دول كانوش هيتعملوا إلا من خلال التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، يعني فيها سياسة توسع رأسي من خلال امتهان أصناف نباتية جديدة وممارسات زراعية حديثة والتوسع في نظام الزراعات المحلية، وأضيف برضو حاجة مهمة جدا دعم حصل القطاع الزراعي للحكومة من خلال تشجيع الثمرات نفسها خاصة الأنشطة الزراعية، وفي نفس الوقت الأنشطة الصناعية القائمة على الزراعة وإزاي تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمك. وسيادة الرئيس أشار لنقطة مهمة جدا بد أن نأخذها في الاعتبار اللي هو تغيير فيما تخص تغيير الأنمطة الاستهلاكية للمواطنين وإدخال البداء. لما أشار سيادته لموضوع أن رغيف الخبز بيكلف الدولة كدعم 130 مليار جنيه وأن احنا بنستورد قمح من الخارج، فلابد أن احنا ندخل بدائل على المنظومة زي ما أشار سيادته في إدخال الذرة وليكن بنسبة 20% لرغيف العيش، وده هيحسن الطائف الغذائية أو التكتوية بتاع التكتيف وفي نفس الوقت عبء كتير من على الدولة. اللي احنا شايفينه دوت هذه مثل هذه المشروعات هي مشروعات لمجبهة النمو السكاني، مشروعات للخروج من الوادي الضيق والتكدس السكاني، مشروعات كانت سوق نجاه لمصر في فترات كبيرة. احنا عانينا من أزمة خاصة أيام أزمة كوفيد لو نتذكر اللي هي الأزمة اللي خاصة باللوجستية بتاعت النقل، وواجهنا بعديها أزمة بعد كده أزمة الطاقة، وواجهنا بعديها أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على كمية الواردات اللي احنا كنا بنجيبها. فلولا أن كان هناك رؤية مستقبلية للحلم المصري وإرادة سياسية لاستصلاح الأراضي طبقا في برنامج زمني وخطه قوميه بدات من
500,000 فدان زراعه محليه، ثم مشروع 1.5 مليون فدان في الظهير الصحراوي والمحافظات، ثم بعد كده مشروع الدلتا الجديده اللي هيتخطى 2.2 مليون فدان، اللي بيشمل مشروع مستقبل مصر اللي باذن الله سيصل مداه كما يقرب من 1.4 مليون فدان، ثم ما حدث في صحراء ترابيوم واعاده معالجه المياه بتاعت محطه بحر البقر مياه الصرف الزراعي لجعلها مياه صالحه للزراعه لاستصلاح ما يقرب من 460,000 فدان في شمال ووسط سيناء. وبعد كده احياء مشروع توسكا النهارده اللي هيبلغ مداه في المستقبل ان شاء الله مليون فدان. احنا شايفين ان على الواقع دلوقتي اصبح لدينا 100 مليون فدان. لما نيجي نشوف كل هذه المشروعات اضافت لي النهارده لمصر ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان ما بين اراضي مستصلحه واراضي مزروعه. ويمكن في خلال 3 سنين يعني في 2027 يعني طبعاً الارقام اللي حضرتك ذكرتها سوف تكتمل على الارض ان شاء الله وتظل الوتيره. انا بشكرك يا دكتور على هذا الشرح وهذا الاهتمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ابو اليزيد استاذ الزراعه بكليه زراعه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. نزال مشاهدي الكرام في اطار اخبارنا المحليه واخبارنا الرئاسيه، حيث هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الاهلي على فوزه الرائع وادائه المتميز وجهوده التي تستحق كل تقدير بمناسبه فوزه ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره 12 في تاريخه. وقد توج النادي الاهلي المصري منذ قليل ببطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم بعد ان فاز في اياب الدور النهائي على الترجي التونسي بهدف دون رد، بذلك يكون النادي الاهلي احرز لقبه 12 في تاريخه والبطوله الثانيه له على التوالي. مبروك طبعا لكل الاهلاويه ومبروك لكل المصريين هذا الفوز المهم والفوز التاريخي. ينضم الي الناقد الرياضي استاذ جمال الزهيري، اهلا بك يا استاذ جمال. مبروك الاول، مبروك لكل المصريين، ويعني لم نشك كثيرا في ان النادي الاهلي كان سوف يحقق هذه البطوله، لكن يعني حان وقت الحديث بقى عن الانجاز. تمام، الف مبروك لحضرتك. نعم. ولكل الاهلاويه وكل المصريين هذا الفوز المستحق على فريق كبير على فكره، فريق نادي الترجي طبعا التونسي من الفرق الكبيره، وزي ما حضرتك قلت ما كانش عندنا شك لكن كان في قلق، وده طبيعي. صحيح. ان انت نتيجه المباراتين هما اللي بيحسموا اللقب الافريقي، والحقيقه الحمد لله يعني النادي الاهلي بقياده المدرب السويسري مارسيل كولر قدر يدير المباراتين بالشكل المطلوب. يعني هو المباراة الأولى كان مسيطر وكان قريب من تحقيق الفوز، لكن اكتفى هناك بالتعادل ونقل حسم اللقب إلى مباراة استاد القاهرة اللي أقيمت منذ لحظات وانتهت منذ لحظات. والحقيقه انه ادار اللقاء النهارده بشكل اكثر من رائع. نعم. وساعده على ذلك ان النادي الاهلي عن طريق مدافعه رامي ربيعه احرز هدف المباراه الوحيد بعد 4 دقائق من بدايه اللقاء، وبالتالي يمكن كان ممكن لو الاهلي لم يوفق في هذا الهدف كان ممكن المباراه يعني تتعب النادي الاهلي مع استمرار حالة التعادل السلبي، لكن مع ذلك برضو فضل الناس كلها وفضلنا جميعا قلقانين بعد احراز الهدف، لان فرصة الترجي ظلت قائمة حتى اخر ثانية في المباراة. كان ممكن جدا لو احرزوا هدف وبقى تعادل ايجابي 1-1 كانت الكاس خاضت الهدف في الخارج بهدفين بقى. كانت هتنتقل البطولة او اللقب من القاهرة الى تونس، لكن الحقيقة الحمد لله يعني لعيبة الاهلي النهاردة كانوا رجال وادوا مباراة عظيمة جدا جدا،
وتألق عدد كبير منهم ونجحوا في الفوز باللقب للمرة 12، وهذا إنجاز الحقيقة هناخده كمان إجمالا. النادي الأهلي في 3 سنين ولا 4 سنين قدر ان هو ياخد اللقب ده 3 مرات، يعني احنا كنا لسه بنتكلم عن اللقب التاسع، بقى فيه العاشر وال11 وال12، وان شاء الله اعتقد انه النادي الاهلي عينه المرحلة القادمة هتبقى الاستعداد للفوز باللقب للمرة ال13. ليس غريبا وهو معهود للغاية على نادي كبير مثل النادي الاهلي ومعهود على مصر، لكن احنا بنطالبهم بقى بالمزيد الحقيقة. بشكرك، مبروك لكل، وبشكر الجماهير كمان اكيد. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ جمال زهيري، ومبروك لكل المصريين. على مدار الاسبوع تعرضت اسرائيل لعدة نكسات على المستوى الدبلوماسي والمستوى القضائي، سلطت الضوء على مدى غضب الرأي العام الدولي ضدها، خاصة مع إصرار حكومة الاحتلال على أن تمضي في عملية رفح في وقت سابق من هذا الشهر، وجاء ذلك رغم تحذيرات ومناشدات تكررت من قبل منظمات إغاثية من التكلفة أو الكلفة الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطوة، وهو أمر الحقيقة يعني بيوجع كل ضمير حي لا يزال على هذه الأرض. للحديث أكثر ينضم إلي من جنين معايا طيب يا جماعة، مين معايا يا جماعة؟ طيب عفوا الاتصال فيه مشكلة. دكتور نزار نوال، شكرا جزيلا له، على أي حال سينضم إلي بعد قليل. رحب البرلمان العربي بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وبوقف إطلاق النار في غزة، وطلب مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية وإلزام الاحتلال بتنفيذ ذلك. جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الجلسة العامة 4 من دوري الانعقاد 4 من الفصل التشريعي 3 للبرلمان العربي. قرير اجتماعات اللجان 4 الدائمة وآخر المستجدات الخاصة بمختلف القضايا العربية. عقدت فعاليات الجلسة العامة 4 للبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث أكد العسومي على أهمية القضية الفلسطينية ودعمها في المرحلة القادمة من قبل البرلمان العربي. إن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين على نحو ما عكسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بأغلبية ساحقة بدعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، فضلا عن تزايد عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، كان آخرها إسبانيا والنرويج وإيرلندا. خلال الجلسة أكدت مصر على دعمها للقضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، وذلك من خلال استمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة مع التواصل مع كافة الشركاء على المستوى العربي والدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. الجهود الكبيرة اللي تمت من الدولة المصرية سواء على المستوى الدبلوماسي والسياسي واللقاءات الثنائية والاجتماعات اللي كانت بتتم للمساندة والإيقاف الحرب اللي بتتم على غزة، حتى الآن جهود مكثفة ويعلمها العالم كله، وتصريحات كبيرة جدا أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى اللي على قدر كبير من الاهتمام بالقضية الفلسطينية. كرم البرلمان العربي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمنحه وسام التميز العربي الذي يمنحه البرلمان العربي لرؤساء البرلمانات والوزراء ممن أسهموا بفاعلية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية. قدم الشعب الليبي تضحيات بشرية وخسائر مادية تعادل ما يستحقه الوطن من تضحية، وتم تحرير الوطن من الإرهاب والإرهابيين. إننا نسعى الآن لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع وتطلع إلى المستقبل وبناء مؤسسات الدولة.
خلال الجلسة رحب البرلمان العربي بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالب مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. تأتي اجتماعات البرلمان العربي في إطار تحركاته لمناقشة كافة القضايا العربية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة القضية الفلسطينية والتي تشهد تحديات عديدة في المرحلة الأخيرة. من داخل الجامعة العربية منذر أبو دوح، أني الأخبار. كان هذا عن التطورات العربية بشكل أو بآخر. أعود مع حضراتكم إلى دكتور نزار نزال، هو الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، حول الحديث حول انتكاسات، يحدثني من جنين، حول انتكاسات الكيان المحتل سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى القانوني، يواجه صعوبات بشكل أو بآخر لكنه يمضي في نفس الطريق. كيف توصف الحالة الحالية دكتور نزار؟ وأرحب بك مرة أخرى. مساء الخير لك وللمشاهدين. نتنياهو منذ اللحظة الأولى يعني صار في الطريق الخطأ، ويبدو أن هناك انتكاسات في كل المجالات سواء العسكرية والأمنية والدبلوماسية وأخيرا القضائية. بالتالي هذه الضربات التي تتعرض لها الدولة العبرية جعل الوضع بشكل عام حالة من الإرباك وحالة من الفوضى. نتنياهو صباحا يتكلم بموضوع، ومن ثم عند الظهيرة يعود لينفيه، وعند المساء ليجد الوسيط والوسط وكل تفاصيل الموضوع شرقا وغربا. يوم أمس كان هناك صحيح أن محكمة الاي سي جي الانترناشنال كورت جاستيس كان قرارها أعور وكان قرارها مكسور، لأنه من المفروض بعد مضي 8 شهور على المذبحة داخل قطاع غزة الأصل أن يكون هناك قرار قاطع بوقف إطلاق النار في كل قطاع غزة والترك معبر رفح للفلسطينيين والمصريين. هناك تخصيص على ما يبدو في القرار عدم مهاجمة رفح واجتياحها والانسحاب من المعبر، وبالتالي أعتقد أن محكمة العدل الدولية صحيح كما قلنا القرار أعور ومكسور، ولكنها وجهت ضربة ليست بالبسيطة للكيان الإسرائيلي قضائيا. وقبل عدة أيام كان هناك حديث عن مذكرات من قبل الاي سي سي الانترناشنال كورت كريمينال، وهي محكمة الجنايات الدولية، مذكرات لاعتقال قيادات في الدولة العبرية فيما لو لم ينفذ الاحتلال هذه القرارات، وفيما لو لم تنفذ الدول الموقعة على ميثاق روما فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وفيما لو أمريكا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن إذا ما ذهبت جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن من أجل تفعيل الباب السابع والمادة السابع والباب السابع، وهو هذا الباب يتكون من 13 مادة في القانون من 39 إلى 51. بالتالي سيكون العالم كله محرج، أمريكا محرجة والدول الغربية محرجة، وكسر ظهر القضاء في العالم، وبالتالي لا يوجد مفر أمام الدولة العبرية والولايات المتحدة الأمريكية والنظام الرسمي الأوروبي إلا لملمت هذا الموضوع والخروج بتخريجة إلى حد ما تكسب ما الوجه ما فهمناه. هناك حديث عن مفاوضات خلال الأيام القريبة القادمة بدعوة من إسرائيل وبطلب من إسرائيل، يبدو أن شيئا ما يلوح في الأفق في ظل الإخفاقات الكبيرة والمتراكمة منذ السابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر شكل ضربة في الرأس وشكل ضربة في الكبد للدولة العبرية، أفقدها توازنها وأفقدها حتى التفكير، على الرغم من التغير الكبير في المزاج العام سواء في الشارع أو في النخب السياسية مرورا باتجاه العسكر. هناك أزمة كبيرة، نتنياهو ليس في أحسن حال، هناك حديث عن فرض عقد مجلس الحرب، وأزينكوت وجينتس حزب عسكر الدولة يبدو أنه ذاهب إلى مساحة الانفصال والطلاق عن حكومة نتنياهو. أيضا هناك حديث عن إقالة جالنت وزير الأمن بسبب الخلافات العميقة ما بينه وما بين
رئيس الحكومة نتنياهو، كل هذه الفوضى نتنياهو أوجدها منذ 7 أكتوبر، والآن هناك سجال كبير ما بين الطبقة الحاكمة وما بين المؤسسة العسكرية والأمنية عن الإخفاقات التي حصلت في 7 أكتوبر. هو الحقيقة هناك حالة إرباك شديدة في الداخل الإسرائيلي، خاصة في حكومة الحرب الإسرائيلية. يعني أود أن أستكمل الحديث مع حضرتك، لكن فقط جاء موعد موجز الأخبار على موعد آخر دكتور نزار إن شاء الله، لأني أريد أن أستمع أكثر، وأكيد المشاهدين إن شاء الله، يعني لمزيد من التحليل وحول حالة الإرباك الشديد والارتباك الشديد الموجود في الداخل الإسرائيلي بشكل عام، خاصة في الحكومة. شكرا جزيلا دكتور نزال الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، كل التحية لحضرتك. إذن جاء موعد موجز الأخبار.